خسائر الحوثيين البشرية التي تتكبدها الميليشيات بشكل يومي تعزز توجهها نحو تجنيد المزيد من الأطفال ليكونوا وقودا لحرب انقلابها على الشرعية. إغراءات بالمال والسلاح هي وسائل الميليشيات لتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك خاسرة. وتتنوع الطرق المتبعة للميليشيات لتشمل استخدام العنف والخطف دون علم ذوي الأطفال. قصص مروعة يرويها أطفال تم تجنيدهم وحلفهم الحظ بالنجاة من الموت في ساحات القتال. أطفال ناجون تحدثوا للشرق الأوسط عن خضوعهم لدورات طائفية تحث على الكراهية والقتل والإيمان بفكر الرأي الواحد كما يقولون. دولنا عسكري وعربية، كيف نستعمل السلاح، كيف نزرع على الغام، كيف نستعمل قناصة. وعن المهام الموكولة إليهم يقول الأطفال إنها تتعلق بتفجير مساجد ومنازل ونهب ممتلكات، إضافة للمشاركة في القتال على الجبهات. ووفقا لمؤسسة وثاق للتوجيه المدني، وهي منظمة يمنية تعمل على تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقول إنه تم توثيق 2561 حالة تجنيد للأطفال خلال عام 2017، وأن عدد المجندين الأطفال في صفوف الحوثي بلغ أكثر من 12 ألف طفل. الحكومة الشرعية وبدعم من التحالف أقامت في مأرب مراكز لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات للعمل على دمجهم مجددا في المجتمع من خلال دورات تأهيل نفسية واجتماعية.